أفاد مصدر عسكري سوري باستهداف فصائل مسلحة بقذائف الهاون والصواريخ بلدة محردة والمحطة الحرارية بريف حماة الشمالية الغربية. تستهدف المجموعات الإرهابية المنتشرة بريف حماة الشمالي وإدلب من حين لآخر المناطق الآمنة في خرق واضح لاتفاق منطقة خفض التصعيد، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من المدنيين ووقوع أضرار بمنازلهم وممتلكاتهم وبالممتلكات العامة.